شدينا في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم اللي بيوافق 3 ديسمبر كل سنة، أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم عن تعاون هام مع وزارة الداخلية بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الهمم وتسهيل تقديم الخدمات الشرطية المجلس القومي لذوي الإعاقة الفترة الماضية بيركز بشكل كبير جدا على تمكين وتأهيل ذوي الهمم في الدولة المصرية في مبادرة مهمة جدا، هي مبادرة مستمرون في التمكين، تم إطلاقها لمساعدة ذوي الهمم وتقديم كافة التيسيرات في كافة أجهزة الدولة، وكمان الأيام اللي جاية إن شاء الله وإحنا مقبلين على الاستحقاق الرئاسي والانتخابات الرئاسية كان في تعاون ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية العليا للانتخابات لتقديم كافة التيسيرات جمانة لذوي الإعاقة في الدولة في كل المحافظات في كل مراكز الاقتراع في كل اللجان الانتخابية عشان يتم إدلاء بالأصواتهم بشكل فيه يسر وسلاسة وسهولة. صحيح يا محمد، وكمان الفكرة أنه الحقيقة حسب كمان يعني حسب ظروفهم المختلفة حسب كل حالة وحسب احتياجات كل حالة. احنا مؤخرا كمان شايفين اهتمام كبير الحقيقة من الدولة المصرية بتسهيل كل صحيح. الخدمات لذوي الهمم في كل القطاعات كان اتصالات عفوا مواصلات أو غيرها صحيح. فخلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. حابين في البداية نتعرف من حضرتك على أبرز الإجراءات اللي تم تنفيذها واتخاذها بالتعاون يعني ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا وزارة الداخلية، آخر أوجه التعاون بروتوكول التعاون. هو بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، المجلس كان واعي جدا لأن كتلة طبعا تصويتات كبيرة لذوي الإعاقة، وبنتكلم في طبعا تعداد 11 مليون، فيعني العدد كتله لا يستهان بها. فكمان احنا اكدنا مع الهيئه على تواجد الاتاحه لكل اعاقه في مثلا الاعاقات الحركيه اللي بتكون في الدور الارضي، الى جانب عملنا لاول مره ورقه اقتراع بتكون بطريقه براين للمكفوفين، وبرضو عملنا بوستر بعلامات إشارية الخطوات اللي بيتبعها أي حد بيتخذ يعني للإعاقات السمعية عشان يعرفوا الخطوات من غير ما يحتاجوا المترجم إشارة، وده نوع من الإتاحة زي التأثيرات للدولة الحقيقة لازم كانت تلتزم بيها عشان نقدر إن احنا نسهل لهم الوصول للجان التصويت يعني. طيب. بالنسبة للتوعية قمنا برضو بتوعية كبيرة جدا خلال المحافظات كلها، رحنا الجامعات رحنا المحافظات التقينا بالأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم وأسرهم، إن الأسر بيبقى جزء منهم يعني لو هو واحد بيروح معه تقريبا 3-4 من أسرته يعني. صحيح. فطبعا العدد تقريبا ده نص الشعب المصري، فقدرنا ان احنا نعمل التوعيه دي للاسر وليهم ونعمل التوعيه لطلاب الجامعات كل من له حق الانتخاب يعني انه لازم يكون موجود. الدوله المصريه الحقيقه انجزت كتير قوي في ملف الاعاقه، فاحنا هم عارفين ان في مكتسبات وعارفين ان هو دورهم واجب عليهم انهم ينزلوا زي ما اشتركوا في وضع الدستور 2014 اللي اداهم حقوق كتيره جدا لاول مره، فكان ليهم مكتسبات فضروري جدا يكونوا موجودين في اي استحقاقات. طبعا بكل تاكيد يا دكتوره ايمان، يعني الحقيقه انه احنا بنتحدث عن هذه التسهيلات يعني زي ما كنا بنتكلم الدوله المصريه الحقيقه على مدار السنين اللي فاتت كان عندها هم بالاهتمام ب ذوي الهمم زي ما حضرتك قلتي عددهم كبير جدا، فعايز اعرف بقى يعني احنا بنتكلم على هذا البروتوكول تحديدا، هل في اوراق شهادات هيتم تسهيل استخراجها وفقا للبروتوكول؟ لو تكلمينا عن البروتوكول بشكل عام مش فقط عن الاستحقاق الانتخابي. حضرتك تقصدي البروتوكول التعاون مع وزاره الداخليه، ده امر تاني طبعا، ده تعاون بقى في قطاع حقوق الانسان كتير قوي على مدار العام يعني، بس هو انا يعني بنخص الشهر ده علشان ده شهر الاحتفال يوم 3 ديسمبر باليوم العالمي للإعاقة، فبالتالي وزارة الداخلية
كل عام بتعمل هدية للأشخاص ذوي الإعاقة، إنها بتستخرج كل الأوراق السقوطية وكل اللي بيحتاجوه علشان بطريقة مجانية يعني في الشهر ده يعني. وبنعمل توعية احنا لأي حد عايز يعمل الأوراق السقوطية بتاعته. طيب عشان لو حد بيتفرج علينا يا دكتورة، ايه الأوراق اللي هو محتاجها عشان يقدر يستخرج هذه الأوراق السقوطية؟ هل في أي حاجة محتاجها؟ لا عادي زي أي حد، حضرتك كنت تعملي أوراق سقوطية زي البطاقة أو أيا كان، بتحتاجي طبعا حاجات كتيرة من ضمنها شهادة الميلاد أكيد، ومن ضمنها طبعا رقم القومي شهادة الميلاد والإعاقة بتاعته لو هو عنده إعاقة، علشان نقدر إن احنا نسهل له كل حاجة. كمان دكتورة إيمان، من البنود المهمة في البروتوكول أعتقد يعني هيبقى فيه تعاون مع مستشفيات الشرطة اللي موجودة، إزاي هيتم تفعيل البند ده، وهل في شروط معينة لذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في هذه المستشفيات؟ أو طبعا احنا بنتكلم على بطاقة الخدمات المتكاملة، زي ما حضرتك عارف هي تم يعني إصدارها، ابتدى إصدار البطاقة من 2018، وطبعا العدد كبير، وبالتالي احنا محتاجين يكون يعني العدد ده عنده هذه البطاقة يعني. البطاقة بتديله حقوق من ضمنها طبعا الرعاية الصحية، بمعنى ان هو بيتلقى الخدمات المجانية، وفي نفس الوقت هو لو عنده اي جهاز تعويضي محتاج ان هو يعمله برضه ده بيبقى بشكل مجاني. الى جانب طبعا برضه الكشف المبكر والتدخل المبكر عشان نحد من الإعاقة، وغيرها من طبعا خدمات الرعايه الصحيه من خلال التامين الصحي الشامل في المحافظات الموجوده اللي يعني تم بالفعل فيها التامين الصحي الشامل. فيحصل بقى يعني من خلال الكشف الصحي ان هو لو عنده اي يعني احتياج، مثلا لو واحد عنده احتياج لقوقعه، زراعه القوقعه، نفس الحكايه تبقى مجانيه. طبعا دي بتكلف طبعا الدوله المصريه كتير، عشان كده احنا بنوعي طريقه استخدام القوقعه، بنوعي الاسره ازاي تعمل صيانه ليها بعد كده. فالخدمات الرعايه الصحيه موجوده، وطبعا مش بالقدر الكافي، طبعا احنا محتاجين نشتغل اكتر، محتاجين نفعل البطاقه اكتر يعني. البطاقه في الخدمات المتكامله تم اصدار منها 1,000,000 وتقريبا عدد المستفيدين منها قد ايه يا فندم لغايه دلوقتي؟ البطاقه الخاصه عشان تستفيدوا بالخدمات الصحيه من ذوي الهمه. وبالظبط زي ما انا قلت لحضرتك هي 1,600,000، فده عدد كبير، ولكن احنا محتاجين نخلص العدد اللي عندنا، لان زي ما قلت. طيب يا فندم، يعني هل ال 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 يعني العدد ليه علاقه، او فكره عدم الوصول للعدد اللي حضرتك بتتحدثي عنه، هل المشكله في اقبال المواطنين من ذوي الهمم، ولا المشكله فين؟ هي طبعا ليها شقين، اول حاجه قله الوعي، وهم مش عارفين بطاقه دي ايه محتاجة، هو اللي محتاجها، بيعملها ازاي، الخطوات اللي بيعملها ايه، اهميتها. مثلا في ناس بتقرن بطاقة على طول بالسيارة يعني، بس هو مش هي مش بطاقة الحقيقة مش الخدمة الوحيدة اللي بتقدمها، اللي هي سيارة معفية من الجمارك او من الضرايب، ولكن فيها زي خدمات كتيرة جدا من خلال البطاقة. يعني هو التوعية بيتم دلوقتي القيام بيها بشكل متوسع، ودلوقتي في حمله وزاره التضامن عاملاها، هي هنوصلك، بتروح المحافظات وبتروح للناس وتقول، يعني رائدات الاجتماعيات ليهم دور برضه ان هي يعني تعمل توعيه وترفع يعني تديله المعلومات الصحيحه عشان يقدر يعملها اولا، ويقدر يعرف بعد كده ايه الخدمات اللي هو يستحقها يعني. جانب مهم يا فندم هو التوعية للمحيط اللي بيحاط بذوي الهمم أو ذوي الإعاقة، من الأسرة، من الإخوة، من الأصدقاء، من الأقارب، وحضراتكم ليكوا دور مهم جدا في هذه المسألة، إزاي يتم توعية الأشخاص اللي بيحيطوا بذوي الإعاقة. إيه الخطوات اللي تم اتخاذها في الاتجاه ده يا فندم؟ بص عليك، احنا كمجلس قومي هو من أهم اختصاصاته هو إن هو يرفع الوعي، ويوعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم أولا، ويوعي المجتمع بهذه الحقوق للاحترام احترامها يعني. احنا طبعا التوعية ليها شقين، احنا بنوعي الأسرة نفسها، وأنا عشان كده أطلقت مبادرة على أول هذا العام اسمها أسرتي قوتي.
صحيح. فالاسره هي القوه، اذا كانت الاسره عندها الوعي وتعرف ازاي ترعى ابنائها من ذوي الاعاقه، وحتى انا دايما بقول يعني مش الابن فقط، ممكن يكون الزوج، ممكن يكون الزوجه. طبعا فيعني احنا بنتكلم على الاسره واهميتها كعامات في المجتمع، وفي مشروع قومي لتنميه الاسره المصريه احنا دخلنا فيه بالمبادره بتاعتنا اسمها اسرتي قوتي، واحنا بنعمل توعيه للاسره بالخدمات المقدمه. ايه ممكن الاسره تشارك ازاي في ان هي يعني تؤهل اولادها، لو هو بنديها توعيه او تدريب مثلا ازاي تعمل الانشطه التاهيليه علشان تبقى بتوفر مجهود وفلوس على عليها يعني كعبء مالي يعني. فاحنا اهم حاجه التوعيه، انا رايي ان التوعيه مهمه طبعا. جدا طبعا. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.